السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والحب، وحلقة جديدة من برنامجكم بلدنا المحروسة. بداية أحب أهني الأمة الإسلامية والشعب المصري العظيم بحلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. طبعا يا جماعة، شهر رمضان المبارك كما نعلم هو شهر النفحات والروحانيات والأعمال الصالحة والجود والإحسان، وأيضا شهر رمضان شهر الانتصارات وشهر الفتوحات وشهر العزة والكرامة. طبعا آخر انتصاراتنا طبعا حرب أكتوبر المجيدة، حرب السادس من أكتوبر العاشر من رمضان. استطاع الجندي المصري أن يثبت للعالم أجمع أنه قادر على تحدي الصعاب. في غضون 6 أيام قهر الجندي المصري أسطورة إسرائيل التي لا تقهر ولا تهزم، وكان الكلام ده في شهر رمضان. عبرنا قناة السويس، أهم مجرى ملاحي في العالم كله، عبرناها وحطمنا خط بارليف، ذلك الساتر المنيع اللي قالوا محتاج قنبلة ذرية عشان نقدر نحطمه. الجندي المصري قدر بقوته ان هو يحقق الصعب، وبعد 47 سنة تشاء الأقدار وفي نفس المكان ونفس قناة السويس يكون عندنا معركة جديدة من نوع آخر. طبعا احنا كلنا فاكرين من أيام قليلة جدا السفينة العملاقة اللي جنحت في قناة السويس، ودي أنا بعتبرها مدينة بحرية مش سفينة عادية. طولها يبلغ 400 متر، عرضها 200 متر، حمولتها تقريبا 224 ألف طن. السفينة ديت نتيجة لظروف معينة جنحت في قناة السويس. السفينة إيفر فيجن، السفينة دي جنحت في قناة السويس، وطبعا تعطل المجرى الملاحي بتاعنا، وده شريان التجارة العالمي أهم مجرى في العالم، وتعطلت من أمامه ومن خلفه سفن عديدة، وبدأ الاقتصاد العالمي يحصل فيه دروب كبير جدا جدا، وبدأ انهيارات وبدأ زيادات في الأسعار وبدأت مشكلة. خبراء الملاحة العالمية قدروا الوقت اللي يقدر فيه الشعب المصري أو الأبطال المصريين ان هم يحرروا قناة السويس ويقدروا يعوموا هذه السفينة العملاقة ب3 شهور، ولكن الشعب المصري كان ليه رأي تاني. الشعب المصري أصر على التحدي، عارفين في مدة قد ايه؟ تقريبا في 6 أيام، ما كملناش أسبوع يا جماعة، وقدر الشعب المصري ان هو يزيل حوالي 30,000 متر مكعب من الرمال اللي كانت محيطة بهذه السفينة العملاقة. طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي راهن على إرادة الشعب، رفض بكل أخلاقيات المساعدات الخارجية اللي اتعرضت عليه. عارفين ليه؟ لأنه كان واثق في إرادة الشعب. الشعب المصري قدر يبهر العالم كله بإمكانيات مصرية خالصة بدون أي مساعدات خارجية إن هو يحرر قناة السويس من العائق اللي حصل فيها، ويعود شريان الملاحة المصرية إلى وضعه الطبيعي مجرى قناة السويس التاريخي الهام. فكل شكر وتقدير للقيادة السياسية الحكيمة اللي أصرت على إرادة الشعب المصري، وكل الشكر والتقدير لأبطال قناة السويس اللي قدروا يحركهم ويعومهم السفينة إيفر فيجن وتتحرك في مجرى قناة السويس. طبعا احنا النهاردة بعد حدث قناة السويس في عجالة سريعة مش نهدى بقى كده ونقعد، لا، دي مش طبيعة الشعب المصري. يوم الشعب المصري تاني بعد أيام قليلة جدا في عرس مهيب، حفل أسطوري خطف أنظار العالم كله، وهو حفل نقل توابيت ملوك وملكات مصر القدماء. الحفل ده يا جماعة لما نقعد نتفرج عليه ونبص على تفاصيله، أدق تفاصيله، كانت مبهرة لكل العالم.
14 محطة تلفزيونية كانت بتنقل هذا الحدث عشان يقول للعالم تاني ان المصريين قادرين على انهم يكونوا محط الانظار للعالم كله. النهاردة يا جماعة بعد ما نسمع كل الكلام اللي احنا بنتكلمه ده عن ارادة المصريين، عندي نموذج مشرف جدا جدا، احدى قرى محافظة البحيرة، بالتحديد قرية سرومباي. قرية سرومباي احدى قرى محافظة البحيرة تابعة لمركز ومدينة المحمودية. استطاع شبابها ان هم يعملوا نموذج جديد لقرية متحضرة ذات طابع حضاري بسواعد ابنائها. النهاردة احنا موجودين معانا اثنين من شباب القرية اللي قدروا يكونوا فريق عمل سموه مجلس ادارة الشارع. من خلال هذا فريق العمل استطاعوا ان هم يجملوا قرية سرومباي ويخلوا القرية ديت تباهي القرى النموذجية اللي مليانة بكل الخدمات وكل الامكانيات. وفي حلقتنا النهاردة احب ارحب بالاستاذ اسماعيل عبد الدايم عضو المجلس الوطني للشباب. برحب بيك يا استاذ اسماعيل، ومعانا الاستاذ حسين الوكيل احد شباب قرية سرومباي وعضو مجلس الوطني للشباب. برحب بيك استاذ أهلا. حسين اهلا بحضرتك استاذ اسامة، كل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وحضراتكم طيبين جميعا، وانا بتشرف بيكم النهاردة. وندخل في موضوع حلقتنا اللي انا بصراحة منبهر جدا بيه. انا شفت طبعا الصور وشفت الفيديوهات اللي بتورينا مدى اللي انتوا يا جماعة صنعتوه. انتوا عملتوا حاجة، عملتوا حلم جميل يشرف كل مراكز محافظة البحيرة. استاذ اسماعيل نبدأ مع حضرتك الحديث النهاردة، واحب اسأل حضرتك الموضوع بدأ معاك ازاي يا استاذ اسماعيل؟ اتفضل حضرتك. الموضوع بدا ان احنا مجموعه من الشباب من القريه قررنا ان احنا البلد بقى لها فتره شوارعها متهالكه كلها، فقررنا ان احنا نكون فريق. بدا الاول الموضوع بعمل 200 متر في شارع من الشوارع. ال 200 متر دولت هي القريه يا استاذ اسماعيل كانت بتفتقد للخدمات العامه؟ لا القريه ولا الخدمات متوفره فيها؟ لا القريه محرومه من الخدمات ازيد من 20 سنه، ما فيش خدمات فيها بسبب تاخير الصرف الصحي فيها. قريه سرومباي ما فيهاش صرف صحي؟ لا ما كانش فيها لحد سنه، يعني احنا 2021 ولسه ما كانش فيها صرف صحي؟ لا ما كانش فيها لحد، يمكن الصرف الصحي ما بقالوش سنه او سنتين لسه خلصان الصرف الصحي فيها. فبناء عن كده ان احنا كوننا عملنا الشارع اللي هو ال 200 متر، فالشارع ده لقى استحسان كامل عند الناس، وبدات الناس تطالب ان هي يعني يعملوا نفس النموذج اللي هو موجود في الشارع اللي اتعمل اللي هو ال 200 متر. فبدانا نكون فريق مجلس اداره الشارع، بدانا نكون الفريق. بعد ما كوننا الفريق بدانا نعمل مقايسه للشارع اللي طب احنا يعني استاذ اسماعيل يعني بعد اذن حضرتك ايه الخطوات اللي انتوا بداتم تسيروا فيها من اجل يعني ايه الوصول للهدف بتاعكم؟ يعني اكيد في خطوات وفي ملامح وفي نقاط وفي خطوط عريضه بداتوا تحددوها عشان توصلوا للي انتوا عملتوه ده، فممكن نعرف منك؟ احنا بدانا الاول بتجميع الفريق الاول، جمعنا الفريق، وبناء على تجميع الفريق ديت بدانا نعمل نحدد اختصاصات لكل واحد في الفريق، يعني كل واحد بقى اصبح ليه دور بينفذه على ارض الواقع. بدأنا نعمل مقايسة للشارع اللي احنا هنعمله او المساحة اللي احنا هنعملها. بعد ما خلصنا ال 200 متر تم عمل مقايسة لحوالي 800 متر بتشمل منطقة كاملة على بعضها. قلنا ان احنا هنعمل الشوارع اللي هي الشوارع الفرعية، الشوارع اللي هي يصعب حتى لو حتى انا عايز ارصف فيها يصعب تخيل ماكينة الرصف فيها. فعملنا الشوارع اللي هي الضيقه ديت، خدنا المنطقه كلها على بعضها. يعني انتوا معلش انا عايز برضو يعني نوصل للساده المشاهدين ان الساده المشاهدين لسه ما شافوش الصور اللي معانا اللي بتوضح نوع الرصف كان ايه؟ هل كان رصف اسفلتي؟ طبعا انا عارف الرصف كان ايه، فانا عايزك توضح للمشاهدين انتوا عملتوا ايه؟ هو الموضوع عباره عن الطوب الاسمنتي اللي هو يسمى بالانترلوك. طبعا البلاط ده فيه كذا ميزه، ان هي النهارده لو في مشكله في الشارع بعد فترة مثلا بعد شهر بعد اثنين بعد ثلاثة بشيل مكان الجزء بس، فيمكن ده من ضمن الحاجات اللي هي يعني بتستسهل يعني النوعية دي سهلة الإحلال والتجديد. تمام. فموضوع الرصف أو الطبقة الأسفلتية ممكن تعوق بعد كده لو في مشكلة في الشارع، إن هي تعوق إن أنا أقدر أقوم بحل المشكلة دي. فبدأنا بموضوع الطوب ده عشان سهولة حتى فكه وتركيبه وسهولة التعامل معاه.
وفي نفس الوقت احنا لما كوننا المجلس مجلس اداره الشارع كان لازم نكون الفريق كامل. الفريق ده كان من عدد معين المجلس اداره الشارع ده يعني هو يعني من عدد معين بالنسبه لنا يعني هو يشترط مثلا 5 أو 6 بس تمام. احنا طبعا العدد كبير 14 عضو موجود مجلس اداره الشارع فطبعا ده يعتبر الفريق كله خاص بشغل البلد كله يعني ما اصبحش مجلس اداره الشارع لوحده لا ده اصبح مجلس اداره الشارع وبدانا دلوقتي ان نخرج من منطقه الشارع لمنطقه مدخل البلد بدانا نسيب مدخل البلد ونخش في مشاكل حيويه خاصه باهل القريه يعني مجلس اداره الشارع ما اصبحش بيدير الشارع بس لا ده اصبح بيدير اي مشكله موجوده في البلد اصبحت مسؤوله من 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 مجلس اداره الشارع ده اللي كنت عايز اسال فيه بقى وهسال الاستاذ حسين الوكيل ضيفنا استاذ طب بعد اذنكم يا جماعه احنا معانا مداخله مهمه جدا جدا طبعا معانا على التليفون الدكتور خالد قاسم نائب وزير التنميه المحليه والمتحدث الرسمي لوزاره التنميه دكتور خالد برحب بحضرتك اهلا وسهلا يا فندم دكتور خالد اهلا وسهلا يا فندم بحضرتك طب لحين عود في محافظات مصر دكتور خالد برحب بحضرتك كل سنه وحضرتك طيب يا دكتور خالد وحضرتك طيب دكتور خالد قاسم معايا حضرتك ايوه يا فندم سامع حضرتك دكتور خالد طب لحين العوده تاني للاتصال التليفون مع دكتور خالد قاسم متحدث وزاره التنميه المحليه احب اسال الاستاذ حسين طبعا. الفريق اللي انتوا شكلتوه وبداتوا تحطوا ملامح ليه هل كان الهدف بتاعه تجميل الشوارع بس ولا كان هيمتد النطاق لابعد من ذلك يعني استاذ اسماعيل بيقول لحل مشاكل اخرى تنميه مجتمعيه مشاركه مجتمعيه نحب نسمع من حضرتك استاذ حسين والله لا ده طبعا لاكثر من ذلك يعني احنا دلوقتي بدانا في سرنبيه الحمد لله بفضل الله بالجهود الذاتية قدرنا نجمع وبنعمل ميدان في سرنبيه حاجة يعني بصراحة بسم الله ما شاء الله يمكن حضرتك هتشوفه لما تعرض الصور دلوقتي يا ريت الإعداد لو في صور للحاجة الجميلة اللي حصلت في قرية سرنباي يا ريت لو سمحتم الحمد لله وبفضل المجلس الوطني للشباب واللي انا يعني بتشرف ان انا اكون عضو فيه المجلس الوطني للشباب فتح عينينا على حاجات كتير اولها مجلس اداره الشارع اعطانا افكار كتير منها ازاي ندور المخلفات الصلبه بتاعتنا بتاعت بيوتنا ويعود الدخل بتاعها للشارع بان احنا نصرفه على تجميل الشارع وتبليطه بالانترلوك يعني بصورة يعني انا افهم كان في دخلته في حاجه اللي هو اعاده تدوير مخلفات اعاده تدوير المخلفات المواد الصلبه يعني ايه الاستفاده في المشروع التجميلي بتاعكم بقى اقول لحضرتك انا دلوقتي كل بيت من البيوت بيبقى فيه مخلفات صلبه ده ممكن حضرتك بترميها مع القمامه وكده تمام فاحنا بنقول لصاحب البيت طيب انا استاذنكم يا جماعه احنا معانا دلوقتي يا ريت نتابع الصور دلوقتي معانا ده منظر قرية سرنباي مركز المحمودية محافظة البحيرة قبل تجميل الشباب ليها طبعا من الواضح طبعا المناظر اللي فاتت ان حجم الطين وحجم المية كان عامل ازاي وده اكيد طبعا كان بيسبب اعاقة في تحرك الاهالي مش كده استاذ حسين ولا تمام كان تمام انا يعني ملاحظ كده بدأنا دلوقتي نشوف دلوقتي ده تقريبا رسم الايه للميدان اللي هيتعمل تصميم اللي هيتعمل الاستشاري اللي عمل التصميم مهندس رمضان البيوم انا بشكره ده شكل هرمي ودي مسله يعني الطابع الفرعوني برضه ملازم معانا الاجداد بيسلموا الاحفاد زي ما بنقول تمام اتفضل استاذ حسين اتفضل تمام يا فندم طبعا زي ما حضرتك شفت الصوره في الاول كانت الصوره صعبه جدا يعني انا اذكر موقف اخت صديق ليا اتوفت بسبب ان هي مش لاقيه عربية تخش تاخدها او توك توك من جوه بسبب الطين والوحل اللي كانت استاذنك يا استاذ حسين عودة تاني للدكتور خالد قاسم نائب وزير التنمية المحلية برحب بك دكتور خالد اهلا وسهلا يا فندم ربنا يخليك دكتور خالد حضرتك عزيز طبعا على قلوبنا جميعا يا دكتور خالد واحب اقول لحضرتك كل سنة وحضرتك طيب ورمضان كريم يا دكتور خالد بس للتوضيح بعد اذن حضرتك
مساعد وزير التنميه المحليه. طبعا دكتور خالد مساعد وزير التنميه المحليه والمتحدث الرسمي لوزاره التنميه المحليه، بنتشرف بيك دكتور خالد. اهلا وسهلا يا فندم، كل سنه وحضرتك طيبين. ربنا يخليك. دكتور خالد حضرتك طبعا متابع للعمل الجماعي اللي قام بيه اهالي قريه سرومباي بمركز المحموديه محافظه البحيره بدايه من زي ما بيقولوا من الالف للياء حضرتك، تمام؟ تمام يا فندم. تمام يا دكتور خالد، ممكن اعرف من حضرتك دور وزاره التنميه المحليه تجاه هذه المبادرات ايه يا دكتور خالد؟ اتفضل حضرتك. طبعا المبادره العظيمه لاخواتنا في قريه سرومباي او في حي الزهور في ابو حمص وفي كفر الدوار وفي مركز بدر وفي النوبريه وفي غيرها من المحافظات المصريه، احنا شغالين دلوقتي كوزاره التنميه المحليه في مبادره اسمها مجلس اداره الشارع مع شباب مصر الجميل في المجلس الوطني للشباب. منذ بدايه العمل على المبادره دي احنا اشتغلنا فيها من بدءا من شهر اكتوبر 2018، والعمل كان على التوعيه بالمبادره في محافظات طبعا البحيره على راسهم تاتي اسوان واسيوط والفيوم وبني سويف والجيزه والقاهره والقليوبيه وتقهليه وكفر الشيخ والسويس وبورسعيد وشمال سيناء وقنا وسوهاج والاسماعيليه طبعا بالاضافه للبحيره. وتنفيذا للمبادره دي بنتكلم ما يزيد عن 20 حي و 15 محافظه. طبعا اتكون وتنفذ من خلال المبادره دي مجالس ادارات شارع في حوالي ما يزيد عن 46 شارع. معدل تجميع المخلفات الصلبه في اجمالي الشوارع دي اللي تم فيها تكوين مجلس اداره الشارع يعني يزيد عن 60 من 60 ل 70 طن في الشهر متوسط تقريبا 1500 كيلو في اليوم. طبعا عدد منظمات المجتمع المدني المتعاونه واللي تم التنسيق معاها لتنفيذ المبادره يعني مع مجلس اداره الشارع طبعا معاهم كمان حوالي 16 مؤسسه وجمعيه، وطبعا بالاضافه الى مبادره صوتك مسموع اللي وزاره التنميه المحليه اطلقتها برضه في اكتوبر 2018. فادي حضرتك تشوف حجم العمل اللي الشباب بيبذلوه على الارض فعلا فعلا في 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 محافظات مصر وعلى راسهم طبعا شبابنا الجميل الاستاذ اسماعيل. انا مش عايز اقول اسماء. طب لا اتفضل دكتور خالد بنسمع حضرتك اتفضل. لكن 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 كلهم شباب جمال رجاله فعلا. النهارده لما كنت تشوف حاره وشارع في قريه في الشتاء الطينه والربا عامله ازاي فعلا دكتور خالد فعلا معموله بالانترلوك. نعم لدرجه نعم. ان معالي الوزير اللي هو محمود شعراوي وزير التنميه المحليه بيتابع يعني على الارض معاهم اللي بيتم. الصور ببعتها له اول باول قبل المبادره وبعد المبادره صور الشباب دول كلهم. والمبادره مش قايمه بس على انترلوك في الشوارع، كمان على التجميل والتشجير، وكمان قايمه كمان على التزيين كمان الشوارع من خلال حاجه رائعه جدا من الرسومات اللي بتعبر عن القريه وتعبر عن القدره وتعبر عن الجمال. بالظبط يا دكتور خالد. بالاضافه برضه يا دكتور خالد رفع القمامه يا دكتور خالد، احنا شايفين في يعني في دور واضح قوي بالنسبه لازاله القمامه يوميا. اتفضل. ليه بقى؟ تعالى بقى حضرتك نبص اساس مجلس مبادره مجلس اداره الشارع ان احنا المخلفات بتاعتنا نفرزها من المنبع، نطلع البلاستيكات والكنزات ونطلع كل لو في اخشاب لو في اقمشه لو في كذا تمام. دول على الجانب بتيجي المتعهد خدمه بيشتريهم. طبعا المخلفات العضويه بقايا الاكل والحاجات دي كلها بتيجي الوحده المحليه وفقا لنظام جدول زمني بتيجي ترفع الكلام ده وتشيله من الناس، وبالتالي شباب القريه وشباب الشارع وشباب الحي بيتعاذروا فيما بينهم يسلموا ده لعربيه الوحده المحليه، بالتالي مش هتلاقي مخلفات موجوده على الارض في اي حته ولا قمامه موجوده على الارض في اي حته. اعاده تدوير دكتور خالد للمخلفات كلها. بالظبط كده تمام. المخلفات العضويه طبعا بتتاخد على مصانع التدوير عشان الكومبوست والار دي اف والكلام ده بالظبط. والمخلفات الاخرى المفروزات الاخرى البلاستيك والزجاج والحاجات الثانيه دي بتروح لصناعات التدوير المختلفه.
طيب عوائد بقى المفروزات دي بتخش فين؟ بتخش على التجميل، بتخش على انترلوك، بتخش على التجميل الى غير ذلك من الامور المختلفه. جميل الامر كمان ان زي حدث ان السيد المحافظ يعني حصل تواصل مع السيد المحافظ اللواء هشام امنه. اللواء هشام امنه طبعا اتفضل. طبعا استقبل الشباب عنده في ديوان عام المحافظه وعدهم بالنزول، وبالفعل نزل وزار القريه وبالفعل يعني مع الساده رؤساء القريه والوحدات المحليه اللي موجوده في مركز المحموديه كمان. بالزبط. على اعتبار ان يكون هناك يعني مبلغ مالي بيتحط كمان اذا هم عملوا حاجه برضو، بالاضافه الى ذلك يبقى الوحده المحليه. هو طبعا دكتور خالد وصل لنا ان موقف المشرف للواء هشام امنه محافظ البحيره ان كل يعني بالحرف الواحد كده كل جنيه هيتصرف من جهود ذاتيه بالنسبه لاهالي قريه سرومبيه محافظه بحيره من خلال وزاره المياه المحليه هتدفع جنيه زيه، مظبوط كده يا دكتور خالد؟ هو الجميل في الامر تشجيع الشباب طبعا. طبعا يعني انت حضرتك مش عارف عرضت الصور عرضناها دكتور بتاعت الصور يعني شفت مدخل القريه ان شاء الله لما هيكمل انا عايز من خلال يعني انا قلت لهم ان في ان شاء الله بشره حلوه ومفاجاه حلوه بعد العيد ان شاء الله ربنا يسهل. انا شديت عليهم قلت لهم يعني ايه بحيث تبقى في زياره كده جميله من السيد الوزير. طيب دكتور خالد، دكتور خالد يعني لو سمحت حضرتك اعتبر ده سبق لنا في البرنامج ان ان شاء الله بتوعد شباب سرومباي بزياره مرة قريبه جدا من اللواء محمود شعراوي. انا اول مره اقولها فعلا يا فندم، بس سيادته اول ما خلصوا بلغوني وانا هروح كمان ونقعد تم معاهم. تمام دكتور خالد، تمام دكتور خالد، ده شرف لينا كلنا. دكتور خالد انا طبعا انا محتاج اقعد مع حضرتك ساعات وساعات. دكتور خالد بشكر جدا حضرتك على المداخله الجميله ديت، وبقول لحضرتك كل سنه وحضرتك طيب. دكتور خالد اشكرك، دكتور خالد اشكرك. استاذ حسين نرجع بقى لموضوعنا حبيبي كده تاني ونسال تاني، ايه اهم يعني هل في معوقات قابلتكم، وهل كان في استجابه من اهالي القريه ولا كان الموضوع كان فيه صعوبات؟ الحقيقه كان في استجابه جامده من اهل القريه، رحبوا بالفكره جدا. كل الاهالي بصراحه كانوا متعاونين معانا بالجهود الذاتيه في ان هم يتبرعوا. حتى احنا لما اطلقنا موضوع مجلس اداره الشارع واعلنا عنها للناس وكده في الشارع وقلنا يا جماعه ان احنا هناخد المواد الصلبه دي هنجمعها في مكان وتتباع وبالعائد بتاعها هنصرف على تجميل طبلية الشارع وتجميله ودهانه ورسوم جداريات على الحوائط وكده. حضرنا دلوقتي موقف حلو قوي. تمام. لقيت ست كبيره في السن جايبه الكيس بتاعها فيه المخلفات الصلبه. تمام. وجايه بتخبط عليا في البيت. يعني كان في مشاركه من الناس من الاهالي وكان في روح التعاون والمشاركه الاجتماعيه. استاذ حسين معلش انا اسف جدا طبعا لظروف الفطار والظروف في رمضان، الحلقه دي كانت حلقه استثنائيه وحلقه سريعه جدا جدا. انا طبعا بتوجه بالشكر للضيوف الكرام الاستاذ حسين الوكيل والاستاذ اسماعيل عبد الدايم، كل الشكر والتقدير لكم جميعا. الشرف لنا يا فندم، الشرف لنا. وطبعا الشكر للمشرف العام الاستاذ حسن مسبيرو، وكل سنه وانتم طيبين وعلى اللقاء بحلقه جديده ان شاء الله.